احنا خلقنا مظله صحه شيء اسمه غرفه عمليات طوارئ الصحيه، يعني كان عم يتحدث قبل الحرب يلي هو لاي طوارئ صحيه بتحصل بالبلد يلي هو موجود بجميع الدول المتقدمه. نحن بهذا الاطار اول شيء شكلنا فريق تقني خبير من وزاره الصحه بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه، نزل على الارض قيم جميع المستشفيات على جميع الاراضي اللبنانيه مدى جهوزيتها، عندها خطة طوارئ ما عندها خطة طوارئ، المستشفيات الخاصة والحكومية على حد سواء. نعم. احنا خطتنا بتركز على اثنين مش بس. نعم. على الحكومة. نعم. بعد التقييم تم طبعا تم مراجعة ومراكز صحية الأولية، تم مراجعة جهوزية هذه المستشفيات، وبدأنا هون بالتدريب بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. أول تدريب كان ما يعرف بالإمرجنسي بريبيردنس أند ريدينس، هون كيف بيستقبلوا الجرحى بالطوارئ، كيف أول صدمة، وهون تم تدريب 118 مستشفى حكومي وخاص على جميع الأراضي اللبنانية، أكثر من 3072 عامل صحي. المرحلة الثانية من التدريبات كانت هي الماس كاجولتي مانجمنت، يلي كيفية استقبال الإصابات الجماعية، وهون تم تدريب 120 مستشفى، 700 عامل صحي، ومش أي عامل صحي، الكي ستاف بالمستشفى، يعني الهيد أوف نيرس، مدير التمريض، مدير الطبي للمستشفى، مدير الموارد البشرية إلى آخره، يلي هن بدورهم كمان هون تم تدريبهم على 3 أيام متواصلة وانقسموا جروبات. المرحلة الثالثة من التدريب يلي هي المنتل هيلث أو الصحة النفسية، وتم تدريب كمان حوالي 108 مستشفيات، أكثر من 2000 عامل صحي بين ممرض وطبيب. المرحلة الرابعة والأساسية واللي انتهت تقريبا من أسبوعين اللي هي الدريلات أو المناورات الحقيقية بإشراف وزارة الصحة. تم إجراء 112 مناورة ل 112 مستشفى حكومي وخاص على كافة الأراضي اللبنانية بإشراف وزارة الصحة. تم مراجعة نقاط القوة، نقاط الإخفاق، هون عم بحكي مناورات حقيقية، افترضنا سيناريو صار ضربي وكيف نتصرف. يعني بالإجمال كموارد بشرية تم تدريب أكثر من 6000 عامل صحي، تم تدريب أغلب المستشفيات الموجودة على الأرض اللبنانية. وهذا الشيء أثبت نجاحه بضربة اللي صارت بالضاحية، يعني بضربة الضاحية مستشفى بهمن الجزء الخلفي منها تعور للمستشفى بشكل كتير كبير أو تضرر. إذا بفوتي على طوارئ مستشفى بهمن يلي استقبلت أكثر من 60 جريح بتزت الإبرة اللي بتسمعي رنتها.